بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات شهر رمضان المبارك وحديث الامام الطيب. فضيله الامام نستكمل الحلقه الخاصه باسمه تعالى الرزاق ونبدا مع فضيلاتكم بالارزاق الحسيه والارزاق المعنويه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. عليه <applause> الصلاه والسلام. اسمح لي قبل ذلك ان يعني أذكر بما سبق في الحلقة السابقة من ربط شديد بين ما ورد في القرآن الكريم وبين المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثال الطير لتتضح لا أقول فكرة ولكن قاعدة أو أصل التوكل على الله سبحانه وتعالى في الإسلام أو في العلاقة بين الاعتقاد في الأسباب والاعتقاد في المسببات او النتائج التي تحصل عقيب هذه الاسباب ما يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما, ما تلاه على اصحابه وكاي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم نعم هي هي يعني قرب لهم هذه الايه بمثال الطير لان مثال الطير ده مثال محسوس ربما كان الانتقال إلى المدينة أو الهجرة بدون ترتيب وبدون معرفة المكان الذي سيصلون إليه وكذا وكذا فعلا غير ملموس أو غير يعني غير واضح أو يحتاج إلى تقريب فالتقريب لي قال لهم انظروا إلى الطير صباحا هي لا تحمل رزقها مثلكم تماما ولا تعرف أين تذهب ولا تعرف ماذا سينتظرها ولا ولا ومع ذلك الله يرزقها وإياكم نعم فهذا هو يعني الربط بين الآية وبين الحديث، أيضاً الآية الحديث يتبنى بعد جديد وهو بعد التوكل. نعم لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الأطير. الطيب. وطبعاً ضربنا المثال في مسألة التوكل، في أين توكل يعني أين الأسباب؟ نحن قلنا لا. التوكل لازم نحفظ التوكل في, في الإسلام هو فعل السبب وانتظار المسبب من الله، لا. فعل السبب من العبد، وانتظار المسبب, وانتظار المسبب من الله سبحانه وتعالى. لا. إذا قال الانتظار المسبب من فعل أنا هذا يشك في عقيدته أو هذا لا. ممكن أن يمس عقيدته. والأيات الأخرى منها قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون يعني ما تزرعون، أنتم تزرع تزرعونه أم نحن الزارعون؟ No. كلام واضح يعرفه الصبي الصغير افرأيتم ما تزرعون نعم no. انتم تزرعونه انتم تنبتونه نعم no. يعني انتم مع هو اللي بينبت هو اللي بيحطه no. هو الذي يسقي الحبه في الارض في الارض يسقي الماء, الماء وي... ويرعاها ويرعاها ويظن انه هو الذي انبتها انبتها القرآن يقول لا تظن انك انت الذي ينبت هذا او ينبت ما زرعته نعم no. يعني أم نحن الزارعون نعم. سبحانه وتعالى يقول نحن الذين ننبتها نعم. ونحن من يزرعها ثم بعد ذلك يقول يؤكد له لو نشاء جعلناه حطاما نعم. يعني لو احنا اردنا ان نحن انت دفنت ده في الارض والتسقي ماء وينبت لك حطبا يابسا لفعلنا او لا ينبت على الاطلاق او ننبت لكن هو قال لا لا. لو لو جعلناه حطام حطاما فاذا الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبت لا. هو الذي يعني ما على الانسان الا ان يحضر البذور ويحرث الارض ويلقي البذور لا. ثم يهيل عليها التراب ثم بعد ذلك يتعهدها بالسقي اما الانبات واما النتيجه واللي حيأخذها بعدين فهذه ففاعلها هو الله سبحانه وتعالى وحده نعم. وشوف حتى استعمل نحن اللي هو اسلوب العظمه نعم لانه فعلا الله. لا يقدر على هذا الا العظيم إلا, الا هذا العظيم كمان افرايتم الماء الذي تشربون احنا بنشرب المية دي نعم. يعني ولا نفكر جاي من فين ولا افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن من السحاب يعني احنا اللي كنا تعبنا انت بني ادم تعبت ونزلت المائده من السحاب وشربته ولا ايه الـ الـ الايه انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون الله انزله لك من السحاب ولولا انه انزله من السحاب ما استطعت ان تشرب وتموت من من العطش. هو خلقه ابتداء ثم انزله عليه. ثم انزله لا وكمان يتحداه بصوره اخرى. نعم. لو نشاء جعلناه اجاجا، اجاجا جعلناه ملحا. نعم. كانه ماء بحر. زي البحر المالح وزي المحيطات كلها كلها ملح. نعم. كلها ملح وكلها نازله يعني من فوق. نعم. لكن سبحانه وتعالى الماء الذي نشرب لم يجعله اجاجا. نعم. فبيقول له نحن لو نشاء لجعلناه اجاجا. أجاجاً طبعا يعني فلولا تشكرون فيعني المفروض انك انت حين تشرب الماء تتفكر هذا سبحان وتشكر الله. الله سبحانه وتعالى في كل نعمه حين ناعة تاكل ناعة. الرغيف اللي هو ده مزروع وكذا حين تاكل الخضار حين تاكل الفاكهه نا. كل ده جاي من انتم تزرعونه وأنتم أنزلتموه من نا. المزن ام نحن المزن فانت محاط بكل شيء يذكرك بالله سبحانه وتعالى نا. ولكن الانسان فعلا الانسان يعني مجبول على مش مجبول يعني الـ الـ يعني اذا القى بزمامه الى الشيطان ينسى الله تماما مع ان الله يعني كل شيء من حولك يذكرك بالله سبحانه وتعالى وبقدرته وبفضله وبنعمته نعم آه عليك. الارزاق الحسيه والارزاق المعنويه فضيله ما يقوله العلماء من ان الرزق مش دائما يعني رزق الاله ليس دائما محبوسا أو مسجونا أو محصورا في الرزق المادي yeah. اللي هو الأكل والشرب آه مثلا الغناء المال لا إنما هو رزق مادي ورزق روحي الرزق المادي كما هو مع معلوم أو المحسوس yeah. الطعام الشراب المال إلى آخره وما يتعلق بذلك من صحة وجاه وسلطان yeah. لكن أيضا هناك رزق اخر روحي ومعنى وهو اهم نعم وهو الايمان الهدى الاهتداء الى الله سبحانه وتعالى الرزق الاكبر هذا رزق نعم والايمان بالله سبحانه وتعالى رزق حرمه الكافر وحرمه الملحد نعم وايضا القلب اليقظ رزق فرق بين انسان قلب يقظ يذكره بالله في كل لحظه وقلب ميت نعم طبعا حتى لو تذكر بالله بسرعه يريد ان يتخلص من هذه الذكرى حسن الفهم يعني الذين يسمعون القول فيتبعون احسن حسن الفهم. نعم. آه الاخلاق وغيرها من نعم الله حتى يسمى ان يعني نعم ظاهره ونعم باطنه. باطنة. يعني نعم آه النعم هي ظاهره وباطنه، فالنعم الظاهره هي الرزق الظاهر والنعم الباطنه وما اكثرها فهي من الرزق الباطن. نعم. وده يدل على سعه الرزق. آه الرزق. رزق الله واسع طبعا. نعم. ورزق الله كما قلنا يعني لا ينقطع ولا يتوقف هل هناك حظ للعبد المسلم في اسمه تعالى الرزاق؟ آه طبعاً يعني إذا آه إذا تأكد والمفروض يتأكد بعد ما شرحنا نظرية ارتباط الرزق بأسباب الرزق، نعم. وقلنا أن الرزق لا يحصل لا بفعل العبد الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعله يحصل بعد هذه الأسباب، بعد هذه الأفعال. معنى ذلك أن مسألة الرزق بيد الله وحده. نا. لا بيد الاسباب ولا بيد العبد الذي اتخذ الاسباب، لان نا. احنا قلنا العبد اتخذ الاسباب وافعلها، يفعلها يعني ثم تقف الامور، خلاص نا. مهمة انتهت. ما بعد ذلك اللي هو حسميه الرزق بقى. حصول النتيجه حصول النتيجه حسميه الرزق. نا. هو بيد الله وحده. سبحان الله. آه اذا نا. اعتقدت ذلك فمن العبث ان تطلب الرزق ممن لا يملكه لا يملك الرزق لا يملكه نعم. ولا يملك ان يعطيه لاحد نعم. لان احنا انطلقنا من مسلمه واضحه جدا وهو نعم. ان انا رغم ان انا ازرع واعمل واتعب وبتاع لكن انا يقيني واعتقادي ان ما سيحصل من رزق من عنده نعم هيعطي يعطي يمنع يمنع يعطي قليلا يعطي كثيرا انا قمت بما علي النتيجة فعل الله اه فإذا إذا تحققت بهذا المعنى وهذا المعنى يعني سيطر عليك نعم. وسيطر على تفكيرك وسيطر على شعورك من العبث وتأنف انك نعم. انت تطلب الرزق من غيره سبحانه وتعالى سبحان هذا الله. اولا ثانيا عندما يمكن او ما يجب على العبد ان يلاحظه نعم. من فلسفه هذا الرزق المعنى الثاني وربما المحن اليه قبل هو أن ما رزقت لا تمنع حتى في حديث ما رزقت فلا تخبأ وما سئلت فلا تمنع حتى يعني يعني قيل له في معنى الحديث يعني وأينا يستطيع ذلك قال هو ذاك أو النار سبحان الله شوف التعاون اللي في الإسلام بين الإنسان وأخيه الإنسان لكن في أي دائرة أخرى غير الإسلام أبدا لم يحدث لأنه هو الدين الخاتم هو الدين اللي ينظم نعم. حياة المسلم إلى آخر لحظة في هذا الكون نعم. فإذا ال يعني ما رزقت ما رزقك الله نعم. تعين الناس عليه وده كما قلنا إذا رزقت مالا أعين بالمال أه تعين بالمال إذا رزقت علما تعين بالعلم إذا رزقت كذا نعم. إذا رزقت جاها تعين بالده. تساعد المحتاج آه وده طبعا هيجيك اكثر من 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 حديث ينبهك إلى, إلى, نعم. إلى هذا وقلنا من كان له فضل ظهر وقلنا من كان له نعم. فضل زاد فليعود به على من لا زاد له ومش نعم. معنى ده يعني خاص بالأفراد نعم. يعني ده, ده علق بالدول نعم. يعني الدولة اللي عندها فضل مال وفضل ظهر لا بد أن تعود بهذا الفضل على الدول على الأخرى على الدول لا الناس كثيرين يعني يفسرون هذا بانه من كان له ناقه ثانيه يديها للماشي. نعم. نعم ولكن الـ 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 يعني هذه الالفاظ او هذه يعني النصوص المقدسه هي نصوص انسانيه واسعه جدا. نعم. بحيث تنطبق على الشخص وتنطبق على على الدوائر الاكبر. على الدوائر والأوسع. الاكبر سواء كان داخل المجتمع. نعم. او دوله مع داخل دوله او مجتمع مع داخل مجتمع. فهذا هو حظ العبد من اسمه الرزاق سبحانه وتعالى ننتقل مع فضيلتكم الى اسم كريم ايضا وهو اسمه تعالى الفتاح. ما هو مأخذ هذا الاسم ومعناه؟ اه نعم، الفتاح هو من اسمائه سبحانه وتعالى نعم الحسنى وورد في القرآن الكريم بصيغة الفتاح برضو نعم وبصيغة الفاتح نعم آه يعني آه وأنت خير الفاتحين. نعم. وأيضا آه وهو الفتاح العليم وورد برضو بي بي بالفعل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق, بالحق. وانت خير الفاتحين نعم. آه وورد بالمصدر حتى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح نعم. فده من الأسماء التي ورد بكل مشتقاتها سواء كان على وزن فاعل نعم. أو فعال أو وزن الفعل أو المصدر نعم. ورد بهذا في, في القرآن الكريم نعم. طبعا كما نقول دائما هو ورد في الاحاديث نعم. واجمع عليه المسلمون ماخذ هذا الاسم من اي مصدر نعم. آه هو يعني اول مصدر يتبادر هو حل ما اغلق يعني نعم. الفاتح هو الذي يحل المغلق المغلق نعم وطبعا ده واضح وحنبين ان الله سبحانه وتعالى يعني آه وعنده مفاتح الغيب نعم مش مفتاح واحد كل الغيوب دي مفاتيحها عنده سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى سبحان الله طيب هذا أول معنى من الفتاح هو أنه الذي يحل المغاليق نعم ومنه كلمة مفتاح اللي هي طبعا تحل المغاليق او الاقفال نعم ايضا ياتي بمعنى الحكم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين الحكم بمعنى الفصل يفصل يعني بين, الفصل بين طرفين او فريقين اه نعم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني احكم وانت خير الفاتحين انت خير الحاكمين وطبعا الحكم هنا بمعنى أيه؟ برضو بمعنى مفتاح المغاليق لان ما بين المتخاصمين كما يقولون كانه شيء مغلق يحتاج الى من يفتح الى من يفصل والى من يعني يفصله بالفتح فايضا هذا المعنى الثاني وهو الحكم مرتبط بالمعنى الاول ثم ياتي بمعنى النصر وهو ان تستفتحوا فقد جاءكم نعم. الفتح يعني ان تطلبوا النصر فقد نعم. جاءكم النصر طبعا هذه المعاني كما قلنا يشملها اسم الفتاح وصفا لله تعالى وكما قلنا قبل ذلك هو الفتاح يعني هنا صيغه مبالغه نعم. بمعنى ان كل ما هو مغلق في هذا الكون ويحتاج الى على الى فتح نعم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح هذا ومن أج ومن كثرتها ومن لا تناهيها سمي فتاح كما سواء, سم يفتح. سواء نعلم هذه الامور ام لا نعلمها طبعا لا نعلمها نحن يعني جلها لا نعلمها. نعم. فيعني حتى مثلا الاخراج من العدم الى الوجود. كم يعني كائن نعم. وكم وكم يخرج في كل لحظه من العدم؟ كم من موجود؟ كم من موجود؟ نعم. كم من موجود يخرج من العدم نعم. الى الوجود؟ هو أيضاً دا يسمونه يعني مما يرجع إلى اسم الفتاح نعم لأنه إخراج من عدم إلى الوجود, الوجود مغاليق الرزق نعم أيضاً نعم يفتحها الوهب العطاء العلوم الفقر كل, كل هذه سبحان مغاليق الله آه فهو الذي سبحانه وتعالى يفتحها ويقول ويقولون لكثرة هذه المعاني عبر عنها القرآن الكريم وعنده مفاتح الغيب لم يقل مفتاح الغيب وإنما قال مفاتح الغيب لأن كل هذه الأمور الفقر حينما ينقلب إلى غنى المرض حينما ينقلب إلى صحة أو كذا كل دي العدم إلى وجود والوجود إلى, إلى عدم وجود طبعا عدم الرزق إلى رزق كل هذه تدخل في معنى الفتاح. هي اعداد وصيغ لا مت... يعني لا, لا نهائيه لا يمكن ان نحصيها لا يمكن, تخيلها. لا يمكن تخيلها. نعم ازلا وابدا ومستقبلا يعني سبحان الله سبحانه وتعالى ولكن هل هناك حظ للعبد المسلم في اسمه تعالى الفتاح؟ أه حين يعلم ان فتح اي شيء نعم او اي شيء مغلق بالنسبه له بيد الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح, مفاتح الغيب على يعني المشاهد الكريم ان يتنبه أن هنا قدم الخبر لا. على المبتدا يعني كان ممكن يقول مثلا مفاتح الغيب عنده نعم دي اه صح تدل على انه عنده مفاتح لكن لكن قد توجد عند غيره آه لا تمنع من ان انا افكر انها اذا قال مفاتح الغيب عنده لا. او عند غيره لا. لكن حين اقول وعنده مفاتح الغيب زي ما قالوا ولله الاسماء الحسنى فإذا مفاتح الغيب عند ليست الله ليست في يد أي مخلوق إلا في يد الخالق سبحانه وتعالى فضيلة الإمام وهل ما يدركه العبد من مفاتح الغيب يعني على نفس القدر الذي يعلمه أم أن هناك اختلافا كبيرا بين ما نعلمه وما لا نعلمه من مفاتح الغيب لا طبعا احنا لا نعلمه يعني الا الا القليل وجاي في حلقات اخرى ان شاء الله انه نعم. يعني ما يعلمه الانسان مما لا يعلمه كما قال الحديث الشريف يعني لا. يدخل احدكم اصبعه سبابته في اليم فلينظر ما علق به يعني ما علق به لا. يعني نسبته الى أو هو نسبته الى البحر هو نسبه علمنا الى علم الله سبحانه وتعالى سبحان الله انما يهمني ان 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 اقول ان حين اقول وعنده مفاتح الغيب ان هذا قصر اسلوب قصر يعني مفاتح الغيب تفرد بان وحده سبحانه وتعالى بان تكون هي عنده وفي قدرته من هذا المنطلق اذا كان العبد يعلم ذلك فمن غير المعقول ان يعني يقف على باب غيره اذا اغلقت عليه امور او اذا يعني اشتد به كرب ويريد تفريجه او يريد كذا او كذا لا يقف إلا على باب من عنده أو من في يده مفاتح هذه المغاليق ما. فقالوا أن العبد المتحقق بهذا الأسم لا يمكن أبدا أن يقف على باب غيره في قضاء حاجته أيضا أن يعين الآخرين بما أوتي يعني في ما. الآخرين إذا أغلقت عليهم أمور كثيرة في حياتهم ومعاشهم عليه بقى إذا تحقق بهذا الأسم عليه ان يساعد ما يستطيع. اه عليه ان يسهم او يشارك او يساعد في يعني كانه من الاسباب التي نعم. يعني تقدم لان يعني ان تكرم الله تكرم الله سبحانه وتعالى نعم. بفتح هذه هذه او هذا المغلاق او ذاك من مغاليق العباد نعم. شكرا فضيله الامام وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه الى لقاء جديد وحلقه جديده باذن الله